ايه الجمال ده يا مصر؟ الجمال ده الحقيقه اللي احنا شايفينه في مهرجان العالمين. يوم ما مصر فكرت تعمل مهرجان كان مدته 50 يوم، وطبعا ما تعملش في الصحراء. انت عشان تعمل مهرجان 50 يوم بالقوه دي، وفي كل انواع الانشطه الرياضيه وفي كل انواع الترفيه اللي تتخيله ما تتخيلوش، بالتاكيد طبعا مش هيكون في صحراء ومش في مكان الخدمات اللوجستيه فيه او الاماكن اللي ممكن يستخدم فيها كل الكلام ده مش موجوده. ملاعب كوره وماراثون وكل انواع الرياضات الموجوده اللي انتوا بتصوروها، حتى سباق السيارات والراليات الموجوده هناك. تعال بقى على الرياضه الترفيهيه، تعالوا نخش على البحر، تعالوا نخش على الغطس والانشاط واليخوت ده كل الكلام ده فين؟ في مهرجان العالم عالمين. المهرجان ده بينتهي يوم 30/8، اللي ما راحش يحاول يروح، هيشوف اللي عمره ما شافه قبل كده، هيشوف العجب، هيعرف يعني ايه الفنان المصري لما يحب يعمل ايفنت ويحيي منطقه ويسوقها مدينه جديده بيعمل ايه وبينجح ازاي. اتفرجوا على النجاح بعينيكوا. اللي بتشوفه في التلفزيون ده لا شيء، مش زي ما تروح هناك وتشوف بعينك. اسمحوا لي ارحب بضيف كريم. هذا الرجل الحقيقه رجل من الفنانين. اذا كنا بنتكلم على موضوع الفعاليات او السياحه بوجه عام، فعاوز اتكلم عن المدير لازم يكون فنان. لو الموضوع كتاب بقراه 1 2 3 4 ما كانش حد غلب، يعني كنا جبنا العلم نفسه وحطيناه مع الانها الحيطه كده، كل واحد تعمل كذا، 2 تعمل كذا. لكن الاداره في حد ذاتها ده فن الحقيقه، ومحتاجه فنان للاداره. اسمحوا لي ارحب بالاستاذ احمد عبد الخالق، مدير عام السياحه والفعاليات الرياضيه بوزاره الشباب والرياضه. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ المشاهدين. الفنان؟ لا فنان ايه بس، احنا بتوع رياضه. بتوع رياضه؟ ما الرياضه فن يا فندم، فيها نوع من الفنون. ماشي يا فندم. الرياضه الورق والقلم ما كانش حد غلب. في فنون قتاليه كمان اهو. اه شفت بقى، حتى فنون القتاليه كمان. اخبار حياتك ايه؟ لا انا الحمد لله يا فندم. كلمني عن احياء منطقه، ان انت تسوق ازاي لمنطقه جديده او مدينه جديده او كيان جديد. في البداية احنا هنقول ان احنا في بقعة سحرية من احلى البقاع الموجودة على البحر المتوسط، مدينة العالمين. كانت ايه وبقت ايه؟ احنا شفنا دلوقتي مدينة العالمين من كام سنة كانت مجرد عن حقل ألغام كبير. النهاردة مدينة العالمين من اكبر المدن السياحية الجاذبة في العالم كله. في البداية الدولة اهتمت بالبنية التحتية من البداية، في كل حاجة في مدينة العالمين معمولة على أعلى مستويات دولية، على كل المعايير اللي هي تساعدك لإنجاح أي شيء أيا كان. وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للإعلام كان لينا عدد من الأدوار الكبيرة في تسويق المدينة، أو السيتي ماركتينج زي ما بيتقال في علم التسويق، بمجرد عن حفلات، مؤتمرات، ايفنتات وفعاليات رياضيه والعديد. اي فعاليه هي بتجذب عدد كبير من الناس هي تعتبر نوع من انواع السيتي ماركتنج. في البدايه وزاره الشباب والرياضه عندنا رؤيه كده لطيفه جدا، ان احنا نبدا نشتغل على الايفنتات الرياضيه والفعاليات الرياضيه اللي موجوده في مصر. عايز اقول حاجه كان ليها رؤيه بصراحه ابهرتنا. احنا دايما كوزارة الشباب ده بنشتغل، لما بتلاقي حد فاهم بيقدر يعمل لك كل حاجه انت عايزها ويسهل لك الشغل وتطلع الحاجه في الاخر شكلها على دوليه واعلى مستوى، ده اللي احنا شفناه في مدينة العالمين السنه دي. في برضو حاجه تانية، السياحه الرياضيه. السياحه الرياضيه تمثل 10 او 12% من السياحه العالميه كلها. بطولات، ايفنتات، فعاليات، سواء للابطال واللاعبين المحترفين او الهواء، العديد من الفعاليات الرياضيه. كان يعني حلفنا الحظ ان احنا لنا اكثر من 23 فعاليه رياضيه خلال شهر او خلال فتره مهرجان العالمين. وشارك فيها عديد من الدول، اكثر من 30 دوله مشاركه معانا وجنسيات مختلفه في الفعاليات الرياضيه اللي احنا بننظمها. عندنا وزاره الشباب بتعمل برضو حاجات خاصه بالشباب زي رحلات اليوم الواحد. عندنا احنا في وزاره الشباب والرياضه في المحافظات كلها شباب متميز في الانشطه بتاعه الوزاره ومشاريع الوزاره. بس في حاجه فانا عاوز اقول لك عليها. اتفضل. احنا في ناس يخافوا يقول لك اروح العالمين، يا اللي اتكلفت مش عارف المليارات واتكلفت مش عارف ايه، انا هروح اعمل ايه؟ انا لما اروح اشتري هناك اي نوع من المشروبات ولا حاجه اللي هي غاليه جدا عليا، انا مش عارف استمتع بالمدينه دي. الكلام ده سليم؟ حسنا. وهل هي متاحه لكل الطبقات؟ اي حد مهما كان مستواه الاجتماعي او المادي ممكن يروح ويتفسح ويعيش ويرجع تاني؟ بص، هذا الكلام ده كله انا عايز اقول لك لا يمت الحقيقه بصله.
الله عليك. احنا عندنا يعني بص الشركه المتحده كانت عامله مكان اسمه الفيستيفال اريا، يعني منطقه ترفيهيه. تمام. يعني فهات لي مدينه موجود في منطقه ترفيهيه على البحر ليها شاطئ خاص، حضرتك عايز تنزل اتفضل انزل. ماشي. وشاطئ على مستوى ومجهز تماما لكل شيء. عايز تخلص وتروح تلعب بدل العب بدل، عايز تخلص وتروح تلعب باسكت العب باسكت، عايز تخش تلعب كوره خش تلعب كوره. كل وسائل الترفيه في فود كورد ومطاعم باسعار زيها زي القاهره، ان هي البراندات نفسها هي الاسعار اللي هناك هي الاسعار اللي هنا، ما فيش اختلاف في اي اسعار. اللي يقول كده لا ما حصلش، احنا قاعدين الشهر كله هو ما حصلش. هو لازم نقول الكلام ده، تعالى وما تخافش تعالى وشوف بنفسك. لا في طبعا الكلام ده انا عايز اقول لك يعني مدينة بص في عمليات نفسيه كده معاديه بتحصل، وفي نوع من الهجوم بيحصل على اي مشروع جديد بيحصل، هيحاولوا يشوهوه او يسوقوا سمعته باي شكل من الاشكال. يا عم ده مش لينا، يا عم ده مش للمستوى بتاعنا، المستوى الهاي قوي. مين قال الكلام ده؟ كل الناس، كل الناس، المصريين كلهم. انا عايز اقول حاجه، احنا رحلات اليوم الواحد بنعملها بعد تاني رحله احنا عندنا تهافت. واللي راح مره عايز يروح تاني ونقول لا ادي فرصه لغيرك. تهافت من الشباب كلها ان هي تروح. بدأوا ينزلوا على السوشيال ميديا التجربه بتاعتهم في العلمين، شربوا ايه وعملوا ايه وكلوا ايه وراحوا فين ونزلوا ميه ازاي، وازاي الشاطئ مجهز زيه زي احسن شاطئ بفلوس كتير. كل حاجة متاحة للمصريين، وكل حاجة كانت الخدمة كلها مجانية. وأي حد، كل المصريين، أي حد عايز يروح يروح يتفرج يشوف يشوف إن الكلام ده مش صح. يتفرج الصح شكله إيه ومعمول إيه. وبالفعل إحنا في مؤخرا يعني على بعد كم في الفترة الأخيرة من المهرجان، لا اتفرج على الفيديوهات والزحمه اللي عندنا هناك. عدد من الوزارات عامله انشطه كتير، وزاره الثقافه، وزاره النقل عامله، وفي وزاره التضامن. عدد من الوزارات عامله فعاليات كتير جدا جدا موجوده في العلمين لكل المصريين، ما حدش قال ان هي حد معين. طب تمام، بعد الحلقه دي وبعد الكلام اللي انت قلته ده استعد للاستقبال بقى لغايه 30/8 عشان انا قضيت على التساؤل فعلا كان بيدور في مخيله الناس كتير يعني. لان مش كل الناس حقيقه الرساله الاعلاميه دي بتوصل لهم، عشان تبقى واخد بالك. فهي طبعا اول حاجه بيضرب اخماس في اسداس، يبص لحجم ابراج العلمين يكمل بصرعات ياه هنروح نعمل هناك. طب ما يبص بعد الابراج على طول، بعد الابراج على طول المكان الشاطئ بتاعنا. لا احنا الشاطئ بتاعنا قدام الابراج، قدام الابراج بالظبط. بس هيك لو رجعت ورا بعد الابراج على طول في مناطق سكنيه وفي سكن اجتماعي الناس كلها. كان هاني يونس المتحدث اللي هو المستشار رئيس الوزراء كان عامل بث مباشر على صفحته، هو الوزير رئيس الوزراء في ناس ساكنه اوريدي. في ناس ساكنه اوريدي يعني احنا في ناس جت قالت لنا احنا سكننا وعايزين نشارك فعاليات. اتفضل. ايوه تقول من اي حد تاني. ايوه كلمني على الفعاليات، هل هي مستمره بنفس القوه من اول يوم لغايه يوم الخمسين لغايه يوم 30؟ في حفلات ولا انتوا خلاص يعني في مين نجوم جايين تاني؟ مين الحفلات اللي هتقام تاني؟ ايه انواع الانشطه الرياضيه اللي لسه موجوده؟ طيب انا عايز اقول حاجه، هي احنا لحد اليوم 30/8 احنا بنشتغل تصاعدي. تصاعدي تصاعدي، ما بنشتغلش يعني مثلا ولا وقفنا كده، لا احنا كل فعاليه بتزيد. احنا كل فعاليه عندنا بتبقى خلاص احنا سولد اوت او هي اوفر خلاص مع العدد. الناس تقعد عايزين نشترك يا جماعه، لا احنا خلاص تمام، احنا كده خلصنا الاعداد المطلوبه ان احنا نقدر ننظم بيها مثلا سباقات الماراثون او سباقات. عندنا السنه دي في كان بيبقى حاجه مميزه جدا، يعني من اقوى البطولات. عندنا بطولتين، بطوله ريفيتاب مع سباقات السيارات دريفت وسبيد وتوين دريفت. بطوله تانية اسمها الموتور ويك، دي عباره عن 12 سباق للموتور سبورت في مدينه العلمين بمختلف انواعها كلها. عايز اقول لك ان البطولات دي في مدينه العلمين بتجذب عدد كبير من الشباب بييجوا يتفرجوا، ان دي حاجه اكستريم اللي هي الحماسيه. فبتلاقي كميه شباب بتيجي من القاهره ومن كل المحافظات. ان هي ايه؟ عندنا بطوله قضيه دي فنون قتاليه مختلفه زي اللي احنا بنقول عليها دلوقتي MMA. تمام. دي هتبقى يوم 23 ان شاء الله في نورث سكوير في انت عامين، بطوله فيها اكتر من 9 دول مشاركه معانا. في عندنا ماراثون كبير معمول يوم 23 برضو الساعة 6، ده هيبقى مشارك فيه أكتر من 15 دولة مشاركة معنا في الماراثون. طبعا مدير فعالياته بالتالي يقول لك يوم 23 الساعة 6 عارف بيعمل إيه والساعة كام؟ لأن القضية الساعة هو ده بالظبط. أنا حاجة أقول لك، إحنا ليه الفعاليات دي كلها بتتم؟
عشان حضرتك لو تاخد بالك انا بقول لك فعاليات بتتم كلها في يوم واحد. فانا مضطر ان انا اعمل فعاليات مثلا الجمعه والسبت 3 4 فعاليات. فانا التحدي بتاعنا مع الشركه المتحده ان احنا نقدر نظبط الفعاليات دي كل واحده بالتايم بالدقيقه. الماراثون يبدا كذا يخلص كذا هنبدا ده هيحط ده ده هنا هنخلص ده فماشيين كل حاجه مفيش مجال للديلي مفيش مفيش وكل يوم كل ويك اند كده حتى الويك دايز احنا شغالين فيها يعني حتى الايام العاديه اللي هي في نص الاسبوع احنا شغالين فيها. دكتور اشرف صبحي حريص ان هو متواجد معانا في كل فعاليه وجاي معانا ومحتاجين حاجه ويساعد ويخش يشتغل معانا. الناس كلها بتشتغل بحب، الناس كلها مبسوطه ان احنا عندنا مدينه زي مدينه العلمين. بالاضافه كمان كان برضو موجود معانا في الاسبوع اللي فات ده كام يوم الابطال الاولمبيين اللي حصل في بطولات ساره سمير واحمد الجندي ومحمد السيد. شفناهم على فكره انا شفتهم حتى في انا شخصيا شفتهم بس المباشر لاحدى القنوات اللي كانوا مع السيارات الكهربائيه بالظبط صح كده. كان وزير البحث العلمي ووزير اعتقد وزير وزير التعليم العالي والبحث ده كان سباق للسيارات الكهربائيه اللي هم للجامعات اعتقد الجامعات مشاريع التخرج هم كانوا موجودين معانا. كان في مؤتمر صحفي كبير معمول وفي لقاءات تلفزيونيه وزاروا المنطقه الترفيهيه الفيستفال اريا اللي موجوده في منطقه العلمين. ابعدوا الناس كلها تروح تبص المنطقه دي، المنطقه دي اكثر من رائعه يعني نادره ما تلاقي منطقه ترفيهيه كامله ملاعب جميل في الموضوع كل حاجه موجوده. هتروح تقعد هناك مش عايز تمشي، موسيقى في حفلات شغاله جنبك، في شو شغال جنبك، في كل مكان بتمشي كل ما تمشي فيستيفال اريا منطقه كبيره. البعض بيقول لك ايه 50 يوم ويعدوا وبعدين العلمين تفضى. هل العلمين للصيف بس؟ لا طبعا. جميل، قول لي العناصر وفهمني وكده. انا بتكلم فيما يخص الرياضه. تمام بس هي مش للصيف بس. دايما لما يكون عندك انفراستراكشر كويسه وبنيه تحتيه كويسه في اي مدينه إن كانت هي بتساعدك لتنظيم كبرى الفعاليات الدوليه والرياضيه. مدينه زي العلمين هتساعدك كتير قوي. كل حاجه مجهزه فيها ومتاح فيها كل حاجه. لما هتقول انا هعمل اي بطوله عالم في اي لعبه ما هتلاقي منها من هي جاهزه هي تستقبل. فنادق، طرق، كل حاجه على اعلى مستوى، معمول حساب كل حاجه زي ما قلت في البدايه، معمول حساب كل حاجه. ودي الفرق بين العلمين. عندنا خطط احنا كوزاره الشباب والرياضه وكان توجيه الدكتور اشرف صبحي من البدايه ان احنا بنتعامل طول السنه دايما يبقى عندنا بطولات وفعاليات شغاله جوه المدينه. طبعا احنا كتيم بتاع الدكتور اشرف صبحي احنا ما عندناش مشكله لان الموضوع سهل. ليه؟ ان المدينه بتساعدك، غير لما تروح مكان هو مش بيساعدك فانت بتتعب. هديك مثال بسيط عشان بس نوقف يعني احنا مثلا لما نيجي ندور على مكان عاوزين ننور وما نلاقيش فيشه. اي بالظبط. مش لاقيين فيشه نحط فيها الكوبس عشان ننور النور مثلا. انا بديك مثال بسيط بالزبط. يعني بسيط. انت هتلاقي المكان منور لوحده. كل الفيشه بالظبط. منور كله. بتلاقي الدنيا كلها منوره وما فيش حاجه ناقصه جدا في البنيه الاساسيه. بالظبط. تسلم ايدين اللي فكر وتسلم ايدين اللي بنى واللي عمر مصر وتسلم ايدين الرجاله اللي بيشتغلوا على المرحله اللاحقه بقى للتسويق والتخطيط واحياء المناطق الجديده في مصر. أنا بشكرك جدا يا أستاذ أحمد، وبشكر السيد وزير الشباب والرياضة، وبشكر الشركة اللي سيادتك القائمة على هذا الموضوع الحقيقة بشكل مشرف، فعلا أنتم مشرفين مصر والله، يعني الموضوع حتى مش وزارة الشباب والرياضة بس ولا أي جهة تانية، كل وزارات مصر مشاركة، وطبعا الشكر للسيد الرئيس طبعا الأمر بكل الكلام ده، ودي رؤية من أروع ما يمكن وصدقت رؤيته في الآخر، المواضيع مش ما ترمتش فلوس على الأرض زي ما كانوا بيقولوا، كانت الحاجة الأرض ب 10 ساغ دلوقتي ب 10 مليون لازم تروح هناك وتصور قيمة الأرض اتعملت. تحياتي يا استاذ احمد والف الف شكر مره ثانيه يا استاذ احمد عبد الخالق مدير عام السياحه والفعاليات الرياضيه بوزاره الشباب والرياضه ومنسق فعاليات الشباب والرياضه بمهرجان العالمين. الف شكر مره شكرا لك استاذ مشاهدين. ابطال مجهولين الحقيقه انا بتكلم على ان كل من يعمل على بناء وفي حرب التنميه في مصر عندنا هنا وانه بيبدا يعمل نوع من الصراعات ويقاوم المشاكل ويقاوم كل انواع المعوقات اللي بتعوق مسيرة التنمية في مصر هو مقاتل في المقام الأول ورجل الحقيقة قادر على صناعة الجديد والوصول للهدف القومي أو الهدف الاستراتيجي المحطوط للدولة المصرية في أي بقعة من بقاع الأرض المصرية. العلمين والعالم عالمين هو ده اسم المهرجان اللي من أكبر وأقوى المهرجانات في الشرق الأوسط الحقيقة واللي المصريين فقط وبأيادي مصرية وبفكر ورؤية وفن مصري
أقاموا هذا المهرجان تسويقا لهذه المدينة العالمية لؤلؤة البحر المتوسط كما يطلق عليها. بشكركم على حسن المتابعة لمصر جميلة، أرجوكم دايما ابقوا معنا. شكرا لكم، كان معكم أحمد عبد العظيم.